بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 42 في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن. 18، النوع 18، خطاب عين والمراد غيره. يعني ايه؟ يعني خطاب موجه لواحد والمراد غيره، فهمت؟ يسموه خطاب عين، يعني خطاب معين. يبقى خطاب عين يعني ايه؟ يعني خطاب معين، يعني محدد لشخص معين والمراد غيره. المراد ايه؟ غيره. وامثلة بقى كتير هجيبها لك، كقوله يا ايها النبي اتق الله. طب هو النبي متقي الله من قبل الآية؟ يبقى الكلام ده موجه للنبي والمراد ايه؟ امته. فهمت ازاي؟ بس ليه بقى ربنا خطب الامه من خلال النبي؟ تشريفا لها وتعظيما، ولبيان اسوه النبي وقدوته للامه. فكل ده بان في الخطاب. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. دي في اول سوره الاحزاب. هو النبي يعني كان مطيع الكافرين اصلا؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما حاولوا يدهنوه ما عرفوش، يتنازل قيد أنملة، قال له والله يا عم لا أتنازل عن هذا الأمر، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسار. لكن إيه؟ الآية نزلة ويراد من خلاله أمته. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الخطاب له والمراد المؤمنون، لأنه صلى الله عليه وسلم كان تقيا يعني قبل نزول الآية، وحاشاه من طاعة الكافرين والمنافقين. حاشاه يعني إيه؟ يعني أبعد ما يكون. لما نقول حاشاه يعني إيه؟ يعني أبعد ما يكون. والدليل على ذلك قوله في سياق الآية واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي بقى طريقة فهم كتاني للآية دي سمعته من شيخي الدكتور محمد ربيع الجهري عميد كلية أصول الدين السابق، وهو ما زال حي وكان شيخي يعني حضرنا عليه بعض المجالس. فالمهم، وهو التلميذ المباشر للشيخ عبد الحليم محمود، وكان مشرف رسالة الدكتوراه بتاعته، وهو أقدم في قسم الفلسفة الإسلامية من الدكتور أحمد الطيب، يعني هو سينيور على أحمد الطيب. فهمت بقى إزاي؟ وهو ساكن في البدرشين، هو من أهل البدرشين وما زال حيا، ربنا يمتعنا ويمتعه وسحا. المهم، فبيقول إيه في الآية دي؟ لم أسمع هذا الرأي إلا منه. بيقول عندما تأمر الملتزم بالأمر معناه استمر عليه. يعني لما تيجي واحد بياكل، قاعد بياكل قدامك، فما تيجي تقول له كل، طب ما هو بياكل، يعني من استمر في الاكل. فهمت بقى ازاي؟ تدخل على واحد قاعد بيذاكر يوم يبص لك، قول له ذاكر، يعني ايه؟ يعني استمر على ما انت عليه، لا تقطع ما انت عليه. يبقى الايه هنا ايه؟ ايها النبي اتق الله، يعني استمر على ما انت عليه من تقوى الله. فهمت بقى المعنى؟ ليه؟ لانه جاء الامر وهو ملتزم به، فإذا جاء الأمر للملتزم به معناه استمر عليه. وفيها معنى آخر جميل، إن تقوى الله كانت في النبي سجية، فلما نزلت الآية صارت أمرا، فصار يساب عليها بعدما كانت طبيعة فيه. ففيها لغز جميل تاني. فهمت إزاي؟ واللغز الأخير ده مننا، واخد بالك إزاي؟ يبقى إيه؟ يعني لما تيجي، أما يبقى واحد أصلا بيعمل الأمر من نفسه، وبعدين انت توجبه له، تجعل الواجب الامر اللي هو كان بيعمله اصلا من نفسه مش منتظر اجر، ده هو بيعمله كده من نفسه، يقوم ربنا يخليه واجب عليه عشان يديله اجر عليه، يبقى رفعا لقدره وزياده في ثوابه. فاهم؟ فكل ده ممكن يقال يعني.
وقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هو النبي لما نزلت الآية دي قال إيه؟ لا أشك ولا أسأل، يعني الكلام كأنه الكلام مش ليه. يعني فإن كنت في شك يا من تشك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب اللي هم علماء أهل الكتاب، لأن العرب كانوا أمة أمية لا كتاب عندهم. فيا عربي يا من تشك في نبوة هذا النبي روح لليهود زي عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود، اسأله هيقول لك على علامات نبوته اللي هي مكتوبة عندهم تقوم تصدق فيه أكتر. يبقى كلامنا موجه لمين؟ لمن يشك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، بدليل قوله في صدر الآية بعدها وبعدها بكم آية بيقول إيه؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد، يعني أنا لا أشك. يبقى كلامنا موجه للناس، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. آخر يونس، آخر سورة يونس. ومنهم من أجرى على حقيقته وأوله، يعني بعض العلماء إيه أجرى على حقيقته وأوله، يعني إيه؟ يعني شرحه. قال أبو عمر الزاهد في الياقوتة سمعت الإمامين ثعلب والمبردد. أبو عمر الزاهد ده إيه المعروف بغلام ثعلب، لأنه كان باستمرار يعني يسير خلف الإمام ثعلب يتعلم منه فسموه غلام ثعلب، مشهور بكده. الياقوتة دي ما ألفهاش هو كتبها، ده أملاها إملاء كده بقى يمليها والناس تكتب وراه، فضل يمليها مجالس طويلة لحد ما طلع كتابة دي كده دي اسمها الياقوت رضي الله عنه وارضاه. يا رب يا كريم. المهم قال أبو عمر الزاهد في الياقوت سمعت الإمامين ثعلب والمبرد يقولان معنى فإن كنت في شك، يعني إيه؟ قل يا محمد لمن يشك إن كنت في شك، يعني فيها مقدر، قل يا محمد لمن يشك إن كنت في شك فاسأل. فهمت بقى إزاي؟ يبقى فيها مقدر محذوف، فيها مقدر محذوف. فإن كنت في شك أي قل يا محمد إن كنت في شك من القرآن فاسأل من أسلم من اليهود إنهم أعلم به من أجل أنهم أصحاب كتاب. وقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، قال ابن فورك معناه وسع الله عنك، زي ما تقول لواحد كده عفى الله عنك، يعني بتدعي له الاول رحمك الله وبعدين تخش في الموضوع. فهمت؟ يبقى عفى الله عنك معناها ايه؟ مش عفى عنه لانه ارتكب اسما فيعفو عنه، لا، ده هنا من باب ايه؟ من باب الدعاء له اولا قبل ان يدخل معه في الموضوع. عفى الله عنك لما اذنت لهم، أي وسع الله عنك على وجه الدعاء لما أذنت وليس على وجه العتاب. واضح؟ لما أذنت لهم، تغليظ على المنافقين، وهو في الحقيقة عتاب راجع إليهم، والعتاب راجع للمنافقين مش لأنهم استأذنوا وما كانش عندهم عذر عن غزوة تبوك، وهو في الحقيقة عتاب راجع إليهم، وإن كان في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم كقولي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. والشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث في الإسكندرية من علماء الإسكندرية، وهو من كبار يعني علماء الإسكندرية، وأنا أرى في هذا الزمان هو باب الإسكندرية، واخد بالك. المهم قال إيه في الآية دي؟ وهو له لطائف في التفسير، ربنا فتح عليه وما زال معاصر ومتعه الله بالصحة والعافية. العفى هنا بمعنى أخفى، وهي خبرية وليست إنشائية. يعني إيه؟ زي ما ربنا بيقول في سورة المائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعفو يعني يعني ويخفي الكثير، يبين كثير ويخفي كثير. يعفو هنا بمعنى ايه؟ يخفي، زي ما بتقول في اللغة عفى الأثر يعني اختفى الأثر،
فهمت بقى ازاي؟ يبقى هنا عفى الله عنك، يعني اخفى الله عنك حكمة الاذن. فهمت ازاي؟ وقد اذنت لهم فجاءت الحكمة على اذنك دون ان تعلمها لكمال توفيقك. فهمت بقى ازاي؟ ويبقى هنا اخبار وليس فيها شميمة العتاب ولا الدعاء ولا اي حاجة. ده هو بيخبر عفى الله عنك، اي اخفى عنك علة الاذن لهم. واخد بالك؟ وكان ايه عفى الله عنك لما اذنت لهم؟ حتى يتبين لك، علشان يحصل ايه بقى؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لكن ربنا اراد ايه؟ ان هم ما يخرجوش. يعني كونهم ما يخرجوش معناه ايه؟ ان النبي اذن لهم الا يخرجوا. واخد بالك؟ ولكن اراد الله ايه؟ فثبتهم. ايه؟ كره الله بعثهم فثبتهم. يبقى ربنا كان كاره ان هم يخرجوا، فلما النبي اذن لهم الا يخرجوا وافق مراد الله دون ان يعلم مراد الله. فهمت بقى ازاي؟ والحكمه كانت ايه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. واخد بالك ازاي؟ يبقى ربنا منع خروجهم علشان كانوا هيعملوا ارجاف في جيش المسلمين وينشروا فيه الاشاعات التي ايه؟ تخوفهم من عدوهم. فهمت بقى ازاي؟ يبقى بالتالي عفى الله عنك خبريه وليست انشائيه، لان اللي يقول انها دعاء بقت انشائيه، واللي يقول انها لوم انشائيه. لكن ده خبر، والخبر معناه ايه؟ عفى الله عنك، يعني اخفى عنك حكمه الاذن. واخد بالك ازاي؟ وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي كره انبعاثهم قدرا، قدر ذلك، فوافق اذن النبي قدر الله دون ان يعلم قدر الله فيهم. واخد بالك؟ لكمال توفيقه. لكمال توفيق. فهمت بقى المعنى؟ ويبقى جاي مدح وتوفيق لله. لكن هنا لما ايه؟ ابن فورك جعلها انشائية وجعلها من باب الدعاء، من باب الدعاء. فهمت بقى ازاي؟ ده ابن فورك، لكن ما جعلهاش اصلا لوم. اللي جعلوها لوم زي الزمخشري، واخد بالك؟ في الكشاف. وطبعا اي حاجة فيها لوم للنبي يتبناها مين؟ الوهابية. فيفهموا الآية انها لوم للنبي، والنبي اجتهد واخطأ، وكان الاولى الا يأذن لهم ليفضحهم. لكن النبي لم يأتي بالفضيحة، النبي جاء بالستر لانه رحمة للعالمين. فهم؟ وقول عبس وتولى، قيل انه امية، يعني العبس مين؟ امية مش النبي اهو. قيل انه امية، وقيل برضو انه الوليد ابن المغيرة، اختلف في العابس. يعني امية اللي هو ابن خلف او الوليد ابن المغيرة، وهو الذي تولى دون النبي صلى الله عليه وسلم. الا ترى انه لم يقل عبست العبس؟ لو الكلام متوجه للنبي العبس، النبي كان يقول له عبست وتوليت. لا، ده بيقول عبس وتولى، اي الكافر. أن جاءه الأعمى، أي عند مجيء الأعمى له لحبيبي. هنا جاب حبيبه هنا بضمير الغائب لقرب الإيه؟ ذكر اللفظ الذميم وهو العبوس، تنزيها له. فهمت بقى؟ عشان كده قال جاءه، قالش جاءك. ليه؟ لقرب ذكر العبوس. فهمت بقى إزاي؟ أن جاءه الأعمى، وما يدريك أيها العابس لعل هذا الأعمى يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. ثم تحول الكلام إيه؟ للنبي بعد ذلك. أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى يا حبيبي. يعني كأن الله غار على النبي أن يكلم الكافر وهو عابس عنه، فكان يقول له الأولى بيك يا حبيبي اللي يعبس في وجهك تتركه، ووجه وجهك للي هو جاي لك برغبة وحب، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. كأن النبي كلف نفسه فوق ما أراده الله منه، فغار الله على النبي لأنه حبيبه. فهمت بقى المعنى الآيات؟ وبالتالي الآيات هنا فيها لوم للنبي، يعني لصالح النبي وليس على النبي. يعني كأنه يقول له يا حبيبي انت عملت فوق اللي أنا طالبه منك، يا حبيبي ما تعملش كده، اللي يجي لك كلمه، واللي يعرض عنك اعرض عنه، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. يبقى كأن اللوم هنا كأن لوم للنبي وليس لوم على النبي،
فهمت بقى ازاي؟ هو محل اللوم مش العبوس، لان العبوس ده كان الكافر. محل اللوم ان النبي كلف نفسه فوق طاقته فغار الله عنه وخفف عنه وقال له لا تسأل عن اصحاب الجحيم، ليس عليك هداهم، ليس واجب عليك ان يهتدوا جميعا، ان انت الا نذير. وطالما انت نذير يا حبيبي وبشير، اللي يجي لك بحب كلمه، واللي يعرض عنك اعرض عنه ولا اسألك عنه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى هنا الايات كلها جايه في صالح النبي، وليس ايه يعني عتابا للنبي كما ذهب كثير من المفسرين. وقوله لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، برضو لئن اشركت يا من تشرك. فالكلام هنا وان كان الخطاب شكله للنبي الا انه مراد لغير النبي. فهمت بقى في سوره الزمر لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقوله ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين، يعني يا من تتبع اهواءهم. والكلام هنا مش موجه للنبي خالص، وان كان في ظاهره للنبي. طب احيانا ياتي في ظاهره للنبي ليه؟ لبيان برزخيه النبي في البلاغ، لان النبي هو ايه؟ هو اصلا برزخ البلاغ بين الله والعباد. وبهذا يزول الإشكال المشهور في أنه كيف يصح خطابه صلى الله عليه وسلم مع ثبوت عصمته عن ذلك كله. ويجاب أيضا بأن ذلك على سبيل الفرض، والمحال يصح فرضه لغرض. والتحقيق أن هذا ونحو من باب خطاب العام من غير قصد شخص معين، والمعنى اتفاق جميع الشرائع على ذلك. ويستراح حينئذ من إرادة هذا السؤال من أصله، السؤال اللي هو إيه؟ كيف يخاطبه ويظهر فيه تقصير وهو معصوم؟ فهمت؟ ادي السؤال، ويجيب لك بقى امثله الايات دي. قال لك لا خلاص، احنا لو فهمنا الايات بالطريقه دي يبقى مفيش اشكال عندنا. واضح؟ وعكس هذا ان يكون المراد عاما والمراد به الرسول. يعني احيانا ياتي الخطاب عام والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ عكسه بقى. قوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وهو نزل الكتاب لمين؟ للنبي. وقال أنزلنا إليكم، وهو نزل للنبي، يبقى إليكم من عام ومرد به إيه؟ المخصوص. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وذكركم هنا يعني شرفكم. فهمت؟ زي ما فسرها سيدنا عبد الله بن عباس. فشرف العرب شرفت عن سائر الأمم بإيه؟ بنزول القرآن بلغتها وظهور النبي من جنسها، جنس العرب، فشرفوا جميعا بسبب ذلك. واخد بالك ان ربنا اختار النبي عربي واختار القرآن عربي. واخد بالك؟ فده في حد ذاته ايه؟ شرف. ايما شرف. بدليل قولي في سياقها افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، اللي هو ايه؟ في سورة يونس. واما قوله في ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين في الأنعام، فليس من هذا الباب. قال ابن عطية ويحتمل أن يكون التقدير فلا تكونن من الجاهلين في ألا تعلم أن الله لو شاء لجمعهم، ويحتمل أن يهتم بوجود كفرهم الذي قدره الله وأراده. ثم قال ويظهر تباين ما بين قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين وبين قوله عز وجل لنوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقد تقرر أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فإزاي يبقى الخطاب معاه أغلظ من الخطاب مع سيدنا نوح وسيدنا محمد أفضل؟ فهم؟ قال سيدنا محمد لا تكونن من الجاهلين، والتاني إني أعظك أن تكون من الجاهلين، تختلف عن دي عن دي. فالخطاب مع سيدنا محمد كان أشد وهو أفضل. فأخذ بالك إزاي؟ فهنا فقال المكي والمهدوي الخطاب بقوله فلا تكونن من الجاهلين للنبي والمراد أمته مش هو، وهذا ضعيف ولا يقتضيه اللفظ، موافقهوش. وقال قوم وقر نوح عليه السلام لكبر سنه. سيدنا نوح لما نزلت الآيات دي عليه كان إيه؟ قارب الألف من عمره، لكن النبي توفي عنده 63 سنة. فلما بيكلم واحد كبير موقر فوقره لسنه. فهمت ازاي؟ بدأ رأي. وقال قوم جاء الحمل على النبي لقربه من الله. شدة القرب تقتضي ايه؟ تقتضي شدة العتاب. لما يجي لك أذى من غريب
لما تيجي تلومه غير لما يجي لك الاذى من ابنك، تقوم تلوم ابنك اكتر. ليه؟ لانه ابنك اقرب اليك، فازاي يجي لك الاذى من القريب؟ فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي شدة القرب اقتضت شدة الخطاب، فدل على انه اشد قربا من سيدنا نوح. فهمت؟ دي اراء كلها علشان تبين لك المقام النبوي الشريف، حتى لا يخطر في بالك وانت تقرأ القرآن ان هناك تعنيف في مواجهة النبي. فهمت ازاي؟ بل القرآن كله جاء لبيان عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الحمل على النبي لقربه من الله ومكانته، كما يحمل العاتب على قريبه اكثر من حمله على الاجانب. قال: والوجه القوي عندي. ده مين اللي بيقول كده؟ مكي. قال: والوجه القوي عندي، مش هو نائل عن مكي؟ وقال مكي والمهدوي. يبقى بعد ما مكي والمهدوي قال الكلام ده كله، قال بقى بيقول ايه؟ والوجه القوي عندي في الآية أن ذلك لم يجيء بحسب النبيين، وإنما جاء بحسب الأمر من الله، ورفع النبي عنهما والعتاب فيهما. صلح. ورفع الأنبياء يعني رفعهم عن هذا الخطاب. رفع. ما أنا عارف أنا مكتوبة زيك، بس أنا بقرأ لك بالصح. ها؟ ووقع النهي عنهما ولا النبي؟ النهي. لا يبقى نصلح، يبقى ووقع النهي أحسن. يبقى نقول ووقع النهي، أصل أنا عندي النبي. والعقاب فيهما، والأصلية النسخة الأصلية والعتاب مكان العقاب، فاكتب والعتاب. يبقى هنقول كده ووقع النهي عنهما والعتاب فيهما مكان والعقاب. والله تعالى أعلى وأعلم. المهم الخلاصة من هذا كله، عندما تقرأ القرآن ويكون هناك وجوه فيها نوع تنقيص ويمكن حملها بمعنى الكمال، فعليك أن تحملها بمعنى الكمال مع أهل الكمال. فهمت بقى إزاي؟ وإياك أن تحملها على التنقيص أبدا مع أهل الكمال. فهمت؟ زي ما بنقول كتير لما يقولك مثلا إيه زي إيه، ووجدك ضالا فهدى. الضلال بمعنى الغواية، ويستحيل أن يكون النبي في غواية أصلا حتى قبل البعثة. فازاي نقول ان الضلال هنا بمعنى الغواية؟ يبقى الضلال هنا لازم نحمله بمعنى يليق بمرتبة المخاطب وهو النبي حبيب الله. فيبقى ممكن ضلا في لغة العرب معناه ايه؟ ضل في الرجال، يعني ايه؟ يعني اختلط بالرجال. فانت كنت مختلطا بالرجال كسائر الرجال، فهدى الناس اليك وهدى الناس بك، فبين مقامك. يبقى ضلا هنا يعني مختلطا بالرجال، زي ما تقول ضل الماء في اللبن، يعني اختلط. فهمت؟ او ضالا حائرا كيف تهدي الناس وقد رايتهم يسجدون للاصنام وكنت تبغضها فهديناك الى الشرع الشريف. يبقى ضالا هنا بمعنى حائرا كيف تهدي الناس فهداك بالشرع الشريف. او ضالا بمعنى محبا، واخد بالك؟ زي ان ابانا لفي ضلال مبين، يعني في حب شديد، فاستعمل الضلال بمعنى الحب الشديد اللي يخلي الانسان يعمى عن كل شيء الا حبيبه. فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ ووجدك ضالا فهدى، يعني محبا فهداك. يبقى تفهم بقى الضلال هنا بمعنى يليق بالانبياء. ما سيدنا موسى قال فعلتها اذا وانا من الضالين. طب سيدنا موسى كان ضلالي قبل كده؟ لا، وانا من الضالين يعني الحائرين كيف افر من عقوبتكم، لانه قتل الرجل خطأ، والحكم ايام فرعون قتل الخطأ والعمد سواء يقتل. فسيدنا موسى فر خايف، يبقى كنت فعلتها إذن، يعني إيه؟ قتل الرجل، قتلت الرجل خطأ وأنا من الضالين، يعني من الفارين الهاربين من عقوبتكم، لأني لم أقصد قتله أصلا. فهمت بقى إزاي؟ يبقى المهم أنك أنت لما يبقى فيه لفظ يحتمل معنى قبيح ومعنى مليح، شوف اللفظ ده موجه لمين. إذا كان موجه لأهل الكمال يبقى معناه الجميل، وإذا كان موجه لأهل الضلال يبقى معناه القبيح. فهمت بقى إزاي؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وهذه القاعدة على فكرة مهمة جدا حتى تستطيع أنك أنت تفهم القرآن وأنت تتلوه، وإلا هينغلق عليك كثير من المعاني. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي.
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون.